صراحة جمال بالماضي هي اللي خلت عقدت الامور في بعضيها، اللي هو قال مش محتاجين حد يشجعنا، حقهم مش حاجة صعبة. الجزائر وفلسطين شعب واحد. فليش تعشم على الارجيك ربحوهم جا برازيل يما الجزائر يما برازيل يما. الله يبارك فيك. القاهره وش راكم؟ هذوك سخانه لا لا شو؟ حبينا ندخلو نديرو جولة داخل السينما، حبينا نكتشفو صالة السينما والدنيا. قال لنا ممنوع التصوير وممنوع الدخول إلا بتذكرة. خمسة جنيه أو لا لا أهبط أهبط أهبط. أنا درت الشونج عطاوني قلت لهم 30 أورو، 30 أورو عطاوني 557 جنيه. حسيت روحي مربى. مرحب بكم هنا في مصر ودي بلدكم الثانيه، واحنا كشعب مصر طبعا بنساندكم بكل ما اوتينا من قوه، وانتم كشعب طبعا كريم وعظيم وقريبين الى قلبنا، فاحنا نتمنى لكم بجد بجد البطوله ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. ربنا يقويكم يا مصر. سيدنا الحسين وتخلوها آمنين، وتخلوها آمنين. لما أقول أروح لفين قلبي يقول لي روحي مصر. مصر يا بيت الحبيب عمري ما شمسك تغيب، مصر يا بيت الحبيب عمري ما شمسك تغيب. للغريب وللقريب، للغريب وللقريب فتح de notre équipe nationale et surtout que les supporters les rahom hna fi Qahira ils vont tout faire. La pression les ray adna c'est que hna on va porter la voix ta 40 millions de d'algériens. C'est à nous hna les rana hna fi Qahira. Mais on sait que la pression elle sera غادي نصبح نشوفو سبور شو راحو نرقدو ودانا جايين دوك شويه بصح نكونوا مع الصباح. هيا سلام عليكم.
نهار الماتش شبيبه مالوريزمون على حسب واش قال لي الجماعه قال لي امبوسيبل شغل دخل الكاميرا معاك للستاد دونك شنو راح ندير راح نحطها لهنا داخل لا شومبر و اسبيرون ما يسرقوها الناس ندعو لنا ربي Let's hear it for Algeria! Bus! Shoot! Jazeera! Bus! Shoot!
الجزائر تعمل ايه؟ مبروك للشعب الجزائري وان شاء الله دائما فرحانين يا رب. الجزائر وفلسطين شعب واحد يا رب، دائما منصورين ان شاء الله. ان شاء الله اخوي واحدة والف الف مبروك. الله يبارك. يحيى الجزائر. انا توقعت الجزائر بطل امم افريقيا 2019، اقسم بالله من قبل ما البطولة تبدا. من قبل البطولة بالله. انا نسجل في فيديو، تسجل معايا؟ ده لايف ده؟ مش لايف، انا سجلوه مش حطوها على اليوتيوب. اه ماشي. احب اقول لكل جزائري الف مبروك، اخوكم عاطف بنا المصري. وقول ايه تاني؟ وقول اسمك ايه؟ عبد الله. اه الراجل ده راجل مظبوط. اي لاف جزائر. فور فور. قولي 1 2 3 فيفا لارجيني. 1 2 3 فيفا لارجيني. صح كده. ايه ومبروك للجزائر كلها، ومبروك للشعب الجزائري، ومبروك لي. بس راح جمال بالماضي هي اللي خلت عقدت الامور في بعضيها. لا اللي هو قال مش محتاجين حد يشجعنا، احنا محتاجين الجمهور الجزائري. لا الراجل ما قالش كده بالنص، هو قال كده بالنص. الجمهور المصري شجعنا شجعنا، ما شجعناش عندنا جماهيرنا اللي تكفينا. كانوا رجاله كسبوا حقهم، مش حاجه صعبه. لكل مجتهد نصيب. الناس تعبت، جزائريين اخواتنا وحبايبنا تعبوا، ربنا اكرمهم، ويا رب النجمه الثالثه لو هم كويسين ياخدوها. المجتهد ياخدها، سنغال، جنوب افريقيا، مصر. المجتهد اللي مش مجتهد اكيد ربنا مش هيكرمه. فالف مليون مبروك، ويا رب النجمه الثالثه ان شاء الله لو مجتهدين ياخدوها باذن الله. والله الاربعه تاع الصباح صدقوني، الاربعه وعشره تاع الصباح. احنا كي جينا هنا هذه المره عرفنا المصاروه صح، عرفناهم وقاموا بينا تهلاو فينا الحمد لله. والاخ معانا من اللي خلص الماتش ويدي فيني معانا. نحب الجزائريين سوسمير. كل ويس هو خير. وغلبا دوما دوما لو غوتور زالي لو فوا دوما نوليو للعصابة. واش رانا؟ رانا ملاح بزاف. إلى راكم دافريكيا، جبتكم صباح النور. اليوم هو النهار الأول اللي ندينا فيه راكم دافريكيا بعد ما ديناها. تورنوا لو ميير ا غاني. سي لو سبور. فيف لالجيري. يعني المقابلة بتاعتكم برضه زي المقابلة بتاعتنا. وإن شاء الله بإذن الله تروحوا الجزائر سالمين غانمين. Là, on a fait Khan Khalil, en plein centre de l'ancienne ville Fatimite. Fatimiyin kanou hnaya. Khan Khalil hadi qdamha la mosquée, aytbanna lna hnaya ghir le mur taha, la mosquée Al-Hussein. Ou le côté kima ygoulou houma le côté chimal, chimal, kayen l'Azhar. Hnaya c'est comme la souiqa fi Tunis ou la kasba tana ou la traditionnel, des trucs haka d'achat traditionnel. Et après justement on a mis les dîners là 3 jours les dîners là j'ai un problème كبير. قهوه دوك نديك. كاين واحد يمتيت غويال هنا راهي ماشي بعيده فيها بليزيور كافي نستاليو ونشوفو. تبعني هاي نروحو نسيو القهوه تاع مصر. هاي الجزائر. الله مبروك يا عايشة. قلوبنا كانت كلها معاكم، يعني كلنا كنا مع الجزائر. يعني تعرف هذا أم الشهداء الجزائر، ما يحتاج يعني تاريخها كبير. مواطن سعودي يقدم تحية للجماهير الجزائرية والمنتخب الجزائري، وألف ألف ألف مبروك وما قصرت. الله يبارك فيك. الله ينورك حبيبي. الله ينورك. الاخ السعودي دوك اللي كان يهضر معايا البارح قال لمرتو قالها تربح الجزائر نتلاقى بديز الجيريان هكايا نخلص لهم.
اسمع حنا دوكا واش راح نديروا، حنغنيوا له، خرجنا له واحد الاغنيه رابيدو هكا يا حق الموعد. ويا سعودي ويا سعودي يا ناس ملاح. الكاس اللي دينا واسمها كحلوشة حافظ الرجع الكل، حافظ الرجع الكل، مبروك عليكم. الله ينورك. الإعلام نركنه على جنب، لكن احنا موجودين، احنا موجودين مع بعض وطول عمرنا عايشين مع بعض، وناس ياما المصريين راحوا ايام الثورة الجزائرية وعاشوا هناك، والحمد لله ان احنا موجودين لغاية دلوقتي وعارفين ان في ما بيننا اخوة. سيبك من اي حاجة، خاوة خاوة طبعا، خاوة خاوة زي ما انتوا بتقولوا. انا مصري ها، وشجع الجزائر. Very good. ألف مبروك للجزائر من بداية البطولة، وهم رجالة جايين ومصممين على ان هم ياخدوا البطولة، فبالتالي اخدها فعلا اللي يستحقها. احنا كنا بنشجع مصر، اول ما مصر خرجت احنا كنا بنشجع بقى الجزائر، دي حقيقة. وألف مبروك، ربنا يوفقكم بقى في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. الله يخليك. يعني كنت لو بلو فور دو كوب دافريك. Félicitations. Vous avez acquéri cet accent français? Non, bah, toujours. Moi, je vais à Paris pour travailler là-bas, mais ça va, ça marche. Je parle un petit peu, mais ça va. Non, vous parlez super bien. Vous checkerez. Mabrouk, Allah, mille mabrouk. وتجري في فلاجيري، وتحيا الجزائر. ماريكان جينا احنا القاهره نشوفوا الماتش والماريكان اوغو بيان دو لوا. نشكر الاخوه المصريين على الحفاوه على الحفاوه والاستقبال، جزاهم الله خير عنا ان شاء الله. عقوبه ان شاء الله اليوم دي سنه 2021 ان شاء الله. شحال معناتها كم؟ خمسة جنيه. صورنا معاه، صورنا مع حبيبنا ليمون. اشرب الليمون وارواح معانا. من توري الوكاله هي اللي تحمل الشعب. صباح الخير خاوتنا، رانا من خوبين في الايروبور تاع القاهره. الله واعره عن بالي.
واعره كره القدم واعره تدي كاس افريقيا وترى لك هكا واعره كره القدم يا حفيد الراجل وما مودي لنا تعليق عليها هذه اكتب معايا كيفاش راهو لوجيستيمو في مصر 2019 Very good. دابا طابلة دومين. كاين واحد الأمر في نهاية الفيديو حبيت نهضر عليه وهو المصريين ومصر. منذ 2009 ممكن أنا شخصيا كانت عندي بعض الصور النمطية بعض الأمور بعض الأحكام المسبقة. أنا واحد من الناس ما كنتش ننتظر بأني لما نجي لمصر نشوف هذاك الشعب المسالم الشعب اللي يحب الشعب الجزائري تقريبا كما شفتوا في كامل الفيديو وين نروحوا هكا مبروك 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 يعني هذه إلى عطات وإن دلت على أي شيء فإنما تدل على هذاك الترابط اللي كاين إلا ما ربطتناش ممكن الدم يربطنا الدين وإذا ما ربطناش الدين تربطنا اللغة وهذه أكبر مكسب ممكن نقدروا نقولوه بعد راكوب دافريك هو أنه صارت عودة ولات ذيك اللحمة ما بين الشعب الجزائري والشعب المصري أنا شتابعين ليا ونأكدها اليوم حبيت برك فلافا نقول ان ميساج منا من القاهره للناس ولا للسيبورتور ولا لاي جزائري انت هو السفير تاع الباسبور اللي تحمله ولا انت هو السفير تاع بلادك في طونجي دونك خلي سيدي تعطي 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 صوره شابه على البلد تاعك وتعطي صوره شابه على نفسك كشخص لانه اذا كانت تحملت هذه المسؤوليه كفرد تقدر تتحملها في وسط جماعه هذه هي طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله السلام عليكم أني رايح